خلينا نروح لسالة حامد، معاها لقاء مع الكابتن احمد الجرحي، لقاء مهم مع مدرب عامل فريق. خلينا نشوف هيقول ايه. اتفضل يا سالة. خلي بالك الراجل ده وشه حلو علينا. مرحب بك يا كابتن هيثم طبعا، ومرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل هكون دلوقتي مع حضرتك، معايا الكابتن احمد الجرحي مدرب فريق النادي الاهلي. طبعا كابتن احمد، مليون مبروك فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش النهارده، فوز مهم يعني طبعا النادي الاهلي عشان مشواره في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر للرجال. الحمد لله رب العالمين. النهارده يعني بدأنا يعني من ماتشين ثلاثة الأداء بيتحسن واحدة واحدة، الإصابات بدأت ترجع، بنلعب تقريبا 70-80% من الهيكل الأساسي للفرقة. إن شاء الله يعني أنا عارف الناس كلها زعلانة من الأداء الفترة اللي فاتت، من تذبذب النتائج. إحنا مقدرين، وأي حد بيلعب أو بيشتغل في النادي الأهلي يعني لازم يتقبل نقد الجماهير. كل اللي بنوعدهم ليه إن شاء الله إن إحنا خلاص مع اكتمال الصفوف ان شاء الله الماتش الجاي اهاب امين يرجع، عمر ورجع، احمد حمدي، محمد مصطفى يرجعوا على الماتش اللي بعد الجاي، السرعاوي خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون معانا، فهنبقى كاملين باذن الله. هيبقى الاداء احسن، هيبقى النتائج ان شاء الله هتبقى احسن. احنا واثقين في رجالتنا، بس طبعا الظروف كانت ما عندنا الفتره اللي فاتت، عارف ان الجمهور كل الظروف دي ما تخصوش، ما يفرقش معاه يعني، مش هيتقبل اي اعذار، مش هيتقبل اي ظروف، بس دي كانت حقيقه يعني، ده الواقع اللي احنا كنا عايشينه. ان احنا كان 15 لعيب في 8 منهم مصابين، بنلعب بسبعه لعيبه من الكبار، معاهم بقيه القايمه ال 12 بنحطها من فريق الناشئين. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيكون الاداء احسن وان شاء الله نتائج. عندنا ثقة كبيرة جدا يا كابتن احمد طبعا في الجهاز الفني واللعيبة ان هم يعودوا مرة اخرى طبعا لمكانتهم الطبيعية في بطولة الدوري، وان شاء الله ده هنشوفه في مباراة يوم الجمعة امام نادي الجزيرة. ما انا زي ما بقول لك، هو مش مباراة نادي الجزيرة بس، هو الباسكت مش ماتش او ماتش، لا الباسكت احنا عندنا يعني لو عديت لك الماتشات اللي جاية بالترتيب، جزيرة، زمالك، سموحة، سبورتنج، اتحاد، 5 ماتشات تقريبا نفس الليفل، نفس المستوى، ماتشات هتأهلنا ان احنا نلاعب مين في البلاي اوف. فاحنا بنستعد لكل ماتش على حدة، و يعني بندرس كل فرقه قبلها بيومين عشان الماتش اللي هنلعب معاه، يعني هنلعب الماتش الجاي الجزيره، بندرس الجزيره خلال اليومين الجايين، بنخلص من الجزيره على طول بنخش على الزمالك. فكل فرقه عارفين نقط قوتها ونقط ضعفها، وبنتمرن على الشغل بتاعها. فان شاء الله باذن الله الجمهور يعني هيلاقي شكل جديد لفرقه النادي الاهلي ابتداء من الماتشات الجايه باذن الله. قبل ما اختم معاك يا كابتن احمد، يعني شفنا في مباراه اليوم كابتن اشرف توفيق يمكن بيشارك بعض اللعيبه اللي كمان بيعانوا من اصابات بسيطه زي مودي الجرحي، عمر طارق او حاتم البحيري، يعني شفنا ده في مباراه اليوم طبعا ده بسبب يعني الاصابات الكتيره والغيابات الموجوده في صفوف الفريق. والله هو بالظبط، هو يعني عايز اقول لك ان هو يعني واحد واحد كده، هو حاتم، لا حاتم ريحناه يعني، كان موجود في ال 12 بس يعني الحمد لله ريح ايدينا ان احنا نريحه. مودي الجرحي معاه في نفس مركزه حاتم البحيري، محمد مصطفى عنده مزق في ظهره فما فيش غيره في مكانه، لازم كنا نحمل عليه النهارده انه يلعب اوقات كبيره. دفعنا بمؤمن خيري معاه في نفس المكان، ادى اداء كويس يعني لحد ما، بالنسبه ان هو بقاله فتره ما بيلعبش معانا، لعب معانا في بدايه الموسم. عمر طارق بصراحه هو اللي بقاله ماتشين هو عايز يجي على نفسه وعايز يلعب، هو رجليه ورمه لغايه دلوقتي، كان عنده سبرين انكل في ماتش سموحه، لعب لان هو يعني عارف ظروف الفرقه وان الفرقه محتاجه وجوده. وعمر من اللعيبه الرجاله، والحمد لله النهارده كان من نجوم اللقاء. الحمد لله، ميرسي كده يا كابتن احمد، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعي واحد من نجوم المباراه اليوم كابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني النهارده زي ما قلت الكابتن احمد فوز مهم للنادي الاهلي في مشواره في الدور الثاني طبعا من بطوله دوري السوبر للرجال، وشفناك النهارده يعني في المباراه بتشارك رغم وجود يعني اصابه بسيطه طبعا في اسبرين الانكل. الحمد لله، برحب بكابتن هيثم اولا وضيوفه. الحمد لله طبعا على المكسب، ماتش مهم بالنسبه لنا ان احنا يعني نبتدي نرجع لمستوانا اللي احنا المفروض نبقى فيه يعني، ونرجع للانتصارات تاني، ويعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نصالح الجمهور اللي طبعا اكيد متضايق واكيد مش راضي عن النتائج اللي فاتت وعن الاداء. بس زي ما كابتن احمد كان بيقول يعني احنا مرينا بظروف يعني استثنائيه جدا، كميه اصابات غير عاديه يعني في الفرقه، واحده واحده اهو الحمد لله ابتدينا نكتمل. وانا يعني زي ما قلت انا بلعب برجلي، عندي جالي سبرين انكل وبلعب عليه، الحمد لله ما كانش جامد يعني، بس رجلي صارمه شويه، بس يعني لظروف الفرقه طبعا ما قدرتش يعني ان انا اريح
لان ما فيش وقت خلاص، لازم نبتدي نخش في الفورمه اللي هي ان شاء الله توصلنا ان احنا نبتدي البلاي اوفس، يعني نبقى في التوب فورم ان شاء الله. كلمني يا كابتن عمر عن يعني جاهزيه النادي الاهلي ان شاء الله لمباراه الجزيره ليوم الجمعه. لا احنا دلوقتي في موقف ان احنا يعني كل الماتشات زي بعض، سواء جيش، جزيره، سموحه، سبورتنج، اتحاد، زمالك، كله بنعمله بنفس الجديه، لان احنا ما مش حمل ان احنا نخسر اي ماتشات تانية يعني. فهنجهز ان شاء الله بكره اجازه يعني راحه من التمرين، وعندنا اربع وخميس ان شاء الله هنجهز للجزيره يعني نذاكر طريقتهم ونذاكر لعبهم، ونبقى ان شاء الله جاهزين للماتش يوم الجمعه، وان شاء الله يعني واحده واحده المستوى يرجع تاني زي ما شايفين، يعني المستوى ابتدى يرجع تاني اهو، النتائج ابتدت الحمد لله ابتدينا نرجع تاني للمكسب يعني. كتير جدا يا كابتن عمر، ومليون مبروك طبعا لمباراه اليوم. الله يبارك فيك، شكرا. عوده مره اخرى ليك يا كابتن هيثم، وطبعا لزميلي شريف شعبان. سلا حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا، لقاء كان مع كابتن احمد الجرحي وايضا كابتن عمر طارق.